متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى وجود تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية في مناطق وسط المملكة. تتحول بعض من هذه السحب إلى سحب ركامية رعدية سيما مع ساعات مساء هذا اليوم كما حدث في الأيام السابقة، وتكون مصحوبة بهطولات رعدية مطرية إلا أنها عشوائية وفي نطاقات جغرافية ضيقة. بانتقالنا للأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة، غدا الأحد يسود طقس مستقر في عموم المناطق، ذلك طبعا من المتوقع بعكس أن يكون الأيام الماضية التي شهدت بعض الأمطار وحالة مسائية يومية من عدم الاستقرار الجوي. الأحد سيكون هناك هدوء مؤقت على الأحوال الجوية واستقرار مؤقت على الأحوال الجوية. أما نهار يوم الاثنين فيتوقع أن يبدأ تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في الأجزاء الشرقية من المملكة، تحديدا تلك القابعة ما بين الحدود السعودية البحرينية، ومن المتوقع أن تمتد هذه الزخات الرعدية المطرية إلى داخل الأراضي السعودية تشمل بعض المناطق القريبة من مناطق شمال الإحساء والهفوف، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من الدمام. أما خلال ساعات النهار فيتوقع أيضا أن تشتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، تشمل أيضا بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون طبيعة الأمطار الرعدية في المناطق الشرقية بما فيها أجزاء من منطقة الدمام غزيرة ومصحوبة مع حدوث الرعد، وأيضا ربما تكون غزيرة ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة بمشيئة الله تعالى. هناك فرصة ضعيفة لأن تمتد بعض من هذه الأمطار الرعدية إلى المناطق الشرقية من محافظة الرياض. خلال ساعات مساء يوم الاثنين تتحرك هذه الحزم من السحب الرعدية أكثر باتجاه الحدود الإماراتية، وتبقى عموم المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة تحت تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والتي تكون مصحوبة بالأمطار الرعدية. أما نهار يوم الثلاثاء يتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية الغربية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن تحرك منخفض البحر الأحمر ونشوء مركز لهذا منخفض البحر الأحمر فوق المناطق تقريبا الشمالية الغربية، مما سيعمل على تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية تشمل مناطق الجوف وسكاكا وأجزاء من تبوك، إضافة إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية تكون هناك أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق. أيضا يتوقع اشتداد كبير في سرعة الرياح الشرقية وتكون ذات هبات قوية ومثيرة للعواصف الترابية، سنتحدث بعد قليل عن سرعات الرياح المتوقعة نهار يوم الثلاثاء. تزداد رقعة هذه الأمطار نهار الثلاثاء بمشيئة الله تعالى في المناطق الشمالية، تمتد لاحقا إلى مناطق عرعر ورفحاء وأجزاء الشمالية من منطقة حائل، كما تستمر الأمطار الرعدية بالهطول في المناطق الجنوبية الغربية ومرتفعات أبها ومرتفعات عسير في جنوب غرب المملكة. بعض الأمطار الرعدية متوقعة في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، ولكن مع ساعات مساء يوم الثلاثاء يتوقع أن تبدأ المناطق الوسطى بالتعرض لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تصحب بهطولات مطرية رعدية غزيرة تشمل بمشيئة الله تعالى مناطق واسعة من وسط المملكة بما فيها العاصمة الرياض، خاصة مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، وتكون هناك فرصة جيدة لحدوث عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة في هذه المناطق بمشيئة الله كما تلاحظون، وتصبح هناك حزام كبير من السحب الممطرة الرعدية في مناطق مختلفة من المملكة ممتد من الأجزاء الشمالية الغربية مرورا بالمناطق الوسطى ولاحقا في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأيضا الجنوبية الغربية بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على حركة الرياح خلال فترة تأثير منخفض البحر الأحمر يوم الثلاثاء. إذا يوم الثلاثاء يتوقع أن يتقدم هذا المنخفض البحر الأحمر باتجاه الشمال الغربي وينشأ مركز لهذا المنخفض الجوي فوق مناطق شمال المدينة المنورة. هذا الأمر سيعمل على هبوب رياح جنوبية قادمة من المناطق الوسطى من المملكة العربية السعودية باتجاه المناطق الأجزاء الشمالية من المناطق الوسطى، ومن ثم تشق طريقها باتجاه المناطق الشمالية الغربية وصولا إلى منطقة تبوك والجوف. كما تلاحظون هناك سرعات كبيرة جدا للرياح متوقعة حول هذا المنخفض الجوي، مناطق مثل حائل وشرق القصيم الدوادمي وأيضا حتى بعض الأجزاء الغربية من الرياض وصولا إلى مناطق الجوف وتبوك يتوقع التعرض لهبات نشطة من الرياح، تكون معها هبات قوية جدا من الرياح في مناطق جنوب الجوف وسكاكا وأيضا المناطق القريبة من تبوك، وهذا الأمر سيعمل على حدوث عواصف ترابية في تلك المناطق. كما نلاحظ في ساعات النهار يتوقع أن يكون هناك هبات قوية جدا من الرياح على المناطق
الشمالية الغربية من المملكة. بعض أيضا هبات الرياح موجودة في مناطق صحراوية مفتوحة من المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتكون هناك دوران لهذه الرياح حول هذا المركز المنخفض، وبالتالي يتوقع أن تكون هناك أتربة مثارة وغبار مع هذه الحركة النشطة من الرياح. بالإضافة إلى تذكيركم بأن هذه المنطقة ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بشكل لافت مع ساعات عصر يوم الثلاثاء. دعونا نستعرض سوية توقعات الغبار هذا الأمر يوم الثلاثاء. إذا كما نلاحظ هناك غبار يتوقع أن يمتد نحو مناطق واسعة من المملكة كما ذكرنا، يصل إلى الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية مرورا بحائل والقصيم والدوادمي وبعض مناطق الرياض. هذا الغبار ناتج عن اندفاع هذه الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتؤدي إلى حدوث عواصف ترابية في مناطق مختلفة من شمال غرب المملكة بمشيئة الله تعالى. إذا توقعات العاصمة الرياض هذه الليلة، نعود بكم إلى توقعات هذه الليلة. أجواء غالبا غائمة مع احتمالية لبعض الأمطار التي ربما تكون رعدية في نطاقات جغرافية ضيقة وغزيرة بشكل عشوائي، ولكن على الأغلب الأجواء ستكون غالبا غائمة مع بعض الزخات المطرية في العاصمة الرياض كما استعرضنا معكم. هناك حزم كثيفة من السحب المتوسطة والعالية تتعرض لها العاصمة الرياض الآن، لكن يتوقع أن يتخللها بعض السحب الممطرة خلال ساعات ليلة السبت على الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى هذه الليلة. نهار يوم الغد يستقر الطقس بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، ولكن هذا الاستقرار مؤقت وهو قبيل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة يومي الاثنين والثلاثاء. إذن توقعات الأحوال الجوية الثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد 33 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا، أتربة مثارة في ساعات الليل نتيجة لنشاط الرياح السطحية تصل إلى 22 درجة مئوية. أيضا الأتربة المثارة كما تحدثنا موجودة يوم الاثنين والثلاثاء على حد سواء، تكون 26 درجة مئوية الحرارة العظمى يوم الاثنين، 17 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى. الثلاثاء تتعرض عموم مناطق المملكة لأحوال جوية غير مستقرة، تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض إلى 16 درجة مئوية مع فرص لأمطار رعدية ربما تكون غزيرة وقوية حتى ذلك الأمر في العاصمة الرياض، مع تنبيهات بتشكل السيول في بعض المناطق. تفاصيل أوفى بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة تجدونها عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي سنبثها عبر قنوات ومنصات طقس العرب، تجدونها هناك. هناك تفاصيل وافية بشأن هذه الحالة القوية من عدم الاستقرار الجوي. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.